أنا الآن أرى ما شاء الله أهل القرية، لكن أين الأولاد؟ قطها الله نن خير نه فوم نن ما شاء الله تان لي بيا تان دبي تان أي تان آه قط سار تان تي مون بيا يانغ نو. أين أولادكم؟ قطها أخير كون كون ما. أين؟ لازم تأتوا بالأولاد إلى المساجد لابد. قطها نوم 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 كون كون ما فوم نوم كون كون ما مسجد فوم أنا كذي بقى أنا جنب بعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم بني جيتها براء كون ربحني أين. الولد إذا كان 7 سنين لابد أن يأتي المسجد. كون كون كان في مين يجوا كمبلش نام جنب بعد تروا أبي ما مسجد. لابد أن تأتوا بالأولاد إلى المساجد، لكن تحافظ على الأولاد لا يشوش لا يلعب في المسجد، تعلم الصلاة تعودوا على الصلاة. كان كون كون ما مسجد يوم شيء يوم بنغرين بي أم بي ربيت سبعة يان هاي نن يوم ترى بنغرين بي كم أبي لولا داي مين كا بحول تدار نه سبعة يان نكون مسجد. مهم جدا أن نعلق الأولاد بالمساجد مع احترام حرمة المسجد. វាសំខាន់បំផុតរឿងដែលយើងបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យមកម៉ាស៊ីតហើយបង្រៀនវាអំពីរបៀបសម្បះយ៉ាងដោយបំរាមវាកុំឲ្យថ្លង់ហើយនឹងកុំឲ្យធ្វើអ្វីអ្វីប៉ះពាល់ទៅដល់ម៉ាស៊ីតយ៉ាងនេះយើងត្រូវឲ្យតម្លៃនិងធ្វើតាមរបៀបរបបដែលម៉ាស៊ីតទាមទារឲ្យវាធ្វើវ៉ាឡោអាឡោ